التحلية الأسرع الأكبر، وهي موجودة في جانب الأشقاء المصريين اليوم. يعني فرحة عارمة في المنطقة كانت لما سمعنا بالخبر، ولما يعني حقق هذا المشروع، يعني كان هذا يعني شيء فرحة كبيرة غمرت الأطفال حتى. التحلية الأسرع الأكبر، وهي موجودة في جانب الأشقاء المصريين اليوم، تمتد إلى طرف محطة إماراتية وصلت إلى الجانب الفلسطيني. حوالي 600,000 جالون من المياه العذبة سوف تضخ إلى أهالي محافظة رفح، وعددهم حوالي 300,000 نسمة. ولكن لا ننسى هناك حوالي ما يقارب من 1,000,000 نازح من أهلنا من مختلف محافظات قطاع غزة، ستصلهم أيضا المياه. اليوم هذه المياه العذبة سوف تلبي احتياجات المواطنين، وكما تعلم هناك نقص كبير في المياه الموجود في هذه المحافظة وغيرها من المحافظات. والله انا جاي نازح من شمال قطاع غزه على يعني اقصى جنوب رفح هنا، فبصراحه هذا اكبر انجاز او اكبر فرحه دخلت على اطفالنا قبل كبارنا، انه مشروع ميه حلوه زي هذا المشروع اللي قدمته الامارات الشقيقه، وايضا بالمساعده مع مصر الشقيقه ايضا. بتمنى يعني المياه هذه اللي تصل اللي وصلتنا في اقصى جنوب رفح جنوب قطاع غزه تصل لكل قطاع غزه في الشمال وفي الجنوب وفي الوسطى وفي كل مكان، لانه الكل بيشتهي هاي المياه. احنا يعني فرحه عارمه في المنطقه كانت لما سمعنا بالخبر. يعني اشرب من المياه، يلا اشرب.